سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتي في فريكونسيز. نلتقي احبائي في هذا الفيديو الجديد، واتمنى ان تلقاكم فيديوهاتي وانتم بألف خير وبصحة وعافية. لقد اشتقت لكم كثيرا وارجو ان تكونوا بألف خير. ساحاول احبائي ان اقدم لكم طريقة جديدة في تقديم الترددات، طريقة بسيطة ومختصرة جدا لكي لا اطيل عليكم، وساقدم لكم كل الترددات الجديدة، كل ما هو جديد، كل الاخبار الجديدة على قناتي الخاصة بالترددات والمعلومات الجديدة فقط. اذا من القائمة الرئيسية المنيو نختار التركيب ثم قائمة تي بي ثم نضغط على زر اضافة التردد لنضيف تردد القناة الجديدة معنا اليوم. تردد القناة 11565، هذا التردد تظهر عليه قنوات كثيرة سأقدمها لكم اليوم، والاستقطاب أفقي H، هذا التردد تظهر عليه قناة ازدهار. القناة تقدم مسلسلات تركية، مسلسلات عربية، مسلسلات إسبانية ومسلسلات هندية. على نفس التردد أحبائي ستجدون قناة المحروسة HD، أيضا على نفس التردد 11565 معدل ترميز 27500 أو الاستقطاب أفقي H ستظهر قناة ليبيا وان مكان قناة النصر 24. التردد كما قلت لكم حزمة عامة، وتخصص قناة ليبيا وان هو منوعات. أيضا على نفس التردد قناة الطاحونة HD. سأقدم لكم أحبائي كل ما هو جديد، فقط تابعوا قناتي، لا تنسوا ترك إعجاب وتعليقات أسفل هذا الفيديو دعما وتشجيعا لكي أستمر في تقديم المزيد والجديد. شكرا لكم أحبائي على مشاهدتي، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.